هاي يا جماعة، فيديو النهاردة هنتكلم عن اكتر سؤال اتسألته في الفترة اللي فاتت، السفر. وبما اني طلعت فيزا لانجلترا وكمان خدت اقامة المكسيك، هتكلم بالتفاصيل عن رحلتي في السفر، من ازاي ابتديت اسافر من ايام ما كنت لسه يعني تاتا تاتا في السفر، وازاي شوية شوية بدأت اسافر الف العالم، وازاي دلوقتي انا وجوزي بنحضر نفسنا نلف العالم ونسافر خلال ال4 سنين الجايين. دلوقتي الشقة كلها مهرجلة دلوقتي، لان احنا دلوقتي بنعمل باكينج عشان هنسيب مصر وهنسافر الفترة الجاية مدة طويلة. فمتنسوش تشتركوا بالقناة وتتابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا الستوريز بتاعتي وانا بسافر انا وجوزي ادي الايام الجاية في بريطانيا بصفة عامة، وهنبقى حوالين امريكا في المكسيك وفوق وتحت، وهنروح اماكن كده كتير. فانصحكم ان انتم تتابعوني، تعملوا سبسكرايب للقناة دلوقتي حالا حالا وتشتركوا بالانستجرام بتاعي. هقول لكم في الفيديو النهاردة عن تفاصيل التفاصيل التفاصيل من بداية رحلتي خالص من السفر. ممكن السلسلة الجاية او الحلقات الجاية هتبقى كلها عن السفر، من اول ما ابتديت اسافر اي بي سي سفر ازاي، وكان معايا فلوس ازاي، وبصرف ايه، وحوشت ازاي، وايه كان تخطيطي للسفر بصفة عامة. فممكن الحلقة النهاردة تتقسم لكذا جزء، فانصحكم تتابعوا الفيديو للاخر وتشتركوا او تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجاية. اول حاجة بدايتي في السفر، انا ابتديت من وانا صغيرة يا جماعة، يعني انا كنت زيكم كده، كنت واحدة بمسك الـ يعني بفتح التلفزيون وانا صغيرة قبل ما يبقى في موبايل وانترنت والكلام ده كله. كان نفسي اسافر، وكان عندي دايما نظرة انبهار للعالم الخارجي واوروبا وامريكا، وعايزة اروح استكشف واروح اتعرف على ثقافات جديدة واجرب اكلات جديدة واتعرف على ناس جديدة واتعلم لغات جديدة واعرف حاجات جديدة عني. فكان انا من وانا صغيرة كنت انا عندي اهتمام بالسفر، مش من الناس الكسلانة اللي هي بتحب تقعد في البيت. انا كنت واحدة زيكم كده، بفتح الموبايل بعمل سكرول، افتح الجروبات الترافل السفر، ترافل سيكريتس وترافلر اكسبيرينس والكلام ده كله، اقول يا انا نفسي كمان اسافر زي الناس دي، الناس دي بتحقق الحلم ازاي ده. فقررت اعمل لكم سلسلة حلقات السفر او تجربتي عن السفر او ازاي بدأت اسافر حتى قبل ما اتجوز، عشان انتوا كمان اساعدكم، يعني اقول لكم انا عملت ايه ان قدرت اخد الاكشن والقرار والخطوه ان ابدا اسافر والف العالم. اي نعم، انا اتولدت في ظروف شرقيه منغلقه شويه عليا، ما كانش مسموح لي اصلا ان انا حتى اطلع رحلات الكليه، يعني انا ما طلعتش رحلات في الكليه خالص لان اهلي كانوا قافلين عليا جامد، فما كانش مسموح لي ان انا اسافر. فطبعا كان عندي خطة للي انا اسافر والف العالم، ابتدت من اول سن العشرينات لما بدأت اشتغل واحوش واخطط. يعني انا السفر بالنسبة لي، انا ما اتولدتش في بقي معلقة ذهب، ما كانش معايا فلوس، كان مرتبي حاجة صغيرة جدا ما يعملش اي حاجة، بس كان عندي حلم وعندي باشون بالسفر، فقلت لازم احقق الهدف ده. بدايتي في السفر اتحققت لما فكرت كده حواليا، طيب ما نبتدي كده نسافر تاتا تاتا واحدة في البلاد اللي حواليا في جوه بلدي مصر. فبدأت اول حاجة ان انا اسافر سيوة واتعرف على ناس واتقابل مع اجانب واعرف الدماغ بتاعتهم ازاي بيلفوا العالم، ازاي واحدة عندها 17 18 سنة و20 سنة و21 سنة و30 و40 و50 و60 و70 سنة وبيلفوا العالم. يعني كنت دايما بشوف الناس العواجيز دي قاعدة في الباص كابلز كده قاعدين بيسافروا العالم، قلت يا ربي ده انا لسه في اول العشرينات وما سافرتش ورحت في اي حته والناس دي لفت العالم، واجي مثلا اتعرف على واحده اشوف الباسبور بتاعها الاقيه مليان اختام وانا اصلا لسه ما عنديش باسبور. فانا جاي اقول لكم النهارده قصتي بحيث ان هي تكون مصدر الهام ليكم. ممكن يعني وانا النهارده بتكلم عن رحلتي في تحقيق هدف السفر، ممكن اعمل لكم الهام واساعدكم ان انتم كمان تحققوا الهدف ده. بدأت اسافر جوه بلدي مصر، اتعرف على ناس جديدة، ده زود الحماس والشعلة جوايا والشغف ان انا كمان انا عايزة اسافر، انا عايزة اتعلم على ثقافات جديدة. الناس دي مش احسن مننا، يعني الناس دول بيلفوا في كل حتة في العالم، ولاقي بنات عندها 16 و17 سنة ولفت العالم كله وباسبورها كله اختام، خلاص انا كمان عايزة اعمل كده. مرة في مرة بدأت اسافر تاني، رحت دهب اتعرفت برضو، يعني ميزة دهب وسيوة في مصر ان هما
بلد فيها اجانب كتير وفيها اجانب عايشين هناك، يعني بيحبوا الاماكن دي. فدي حاجه حلوه جدا ان انت تبداي تفتحي الحلقه بتاعتك بالتعارف على اجانب، مش لازم تصاحبيهم، مش لازم تبقي ماشيه بالمنتاليتي بتاعتهم، انت بس تعرفي هما بيعملوا كده ازاي. بيديكوا هنت عن بلدهم، خاصة الناس اللي بتيجي في بلدك بتبقى نوعا ما ناس يعني بيعيشوا بيحترموا الكالتشر بتاعتك، لان الاجانب ميزاتهم ان هما بيحترموا الكالتشر اللي هما عايشين فيها. ف يعني مش هياخدوكي للطريق اللي انت مثلا فاكرة ان هو مش هيعجبك. فانت دايما حاطي نفسك او اختاري الناس اللي هي شبهك وشبه اخلاقك وشبه العادات والتقاليد بتاعتك اللي انت عاملاها لنفسك. فخلتني في دهب، اتعرفت على الناس، ده برضو زود الشعله والباشن جوايا. فقلت لا خلاص بقى ما بديهاش، انا دلوقتي عايزه اسافر، انا اعمل ايه دلوقتي عشان اسافر؟ انا محتاجه فلوس، فانا معيش فلوس. فبدات اعمل ايه؟ اشتغل شغلانه واثنين وثلاثه واربعه، بقيت اشتغل كدكتوره واشتغل كمدربه واعمل شغل اونلاين واعمل شغل هاند ميد وابيعه واحوش على قد ما اقدر فلوس. لدرجه ان انا مثلا ما كنتش باكل بره، مثلا ما كنتش بشرب كوفي بره، مش حرمان، على اساس ما انا كنت عايشه لايف ستايل اللي هو حاجتين، هيلثي لايف ستايل ان انا اطبخ لنفسي اكل صحي، وبدل ما اكل بره حاجات جانك وملهاش لازمه واصرف فلوسي، انا احوش الفلوس دي واستثمر في صحتي في نفس الوقت. فالفلوس دي انا كنت بحوشها للسفر، وفي نفس الوقت كنت بستثمر في صحتي ان انا بطبخ لنفسي، بتعلم ازاي اخد بالي من نفسي، انا اللي بعمل كل حاجه لنفسي من A to Z، سواء طبخ او تنظيف او كحياتي كلها. وكنت عملت لكم فيديو الاستقلال بنفسي في ظل المجتمع الشرقي، الفيديو ده هيفيدكم جدا، بحكي لكم فيه عن قصتي ازاي استقلت بنفسي وبدات اعيش في لوحدي في بيت لوحدي، وازاي دبرت كل وسائل الحياه بتاعتي. بدات احوش احوش احوش، وهوب قلت خلاص بقى ما بديهاش، انا عايزه ايه؟ اسافر بره واستكشف العالم اللي حواليا. فكرت ايه اكتر بلد؟ ما خلاص بقى احنا مش هنطلع من سيركل ضيقه قوي لانفتاح قوي. فاخترت تركيا ان انا ابتدي اسافر بره مصر، ان انا رحت تركيا لان تركيا فيها اخلاقنا المجتمع مش منفتح قوي، الليره وقتها كانت واقعه، ودي برده حاجه من اللي انتوا استراتيجيات السفر، انا هعمل لكم حلقه مخصوصه عن استراتيجيات السفر، ازاي تصرفي وازاي تحوشي وازاي تدبري فلوسك في السفر، وازاي ايه الكام كريدت هتحتاجيه، كل الكلام ده هتكلم عنه في سلسله الحلقات السفر اللي جايه. وهكلمك برده عن حياتي مع زوجي في السفر والكلام ده، وهعمل لكم حلقه على الموضوع ده، وازاي بنصرف انا وادي فلوسنا، عشان السؤال ده اتسالت فيه كتير جدا، انتوا ازاي بتصرفوا فلوس؟ مين اللي بيصرف، هو ولا انتي؟ هجاوبكوا على كل الاسئله في الحلقات الجايه. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب حالا وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم الفيديوهات الجاية. سافرت تركيا واستكشفت البلد وحبيت البلد، واتقدمت على اقامة في تركيا، كانت وقتها عاملة زي 2000 جنيه. رحت تركيا على اساس ان انا هقعد 10 ايام، قعدت الشهر ونص. ليه؟ لان طبعا وفرت فلوس. وفرت فلوس ازاي؟ ان انا اتعرفت على ناس اصحاب كنت بروح اقعد معاهم في بيتهم، فما كنتش بصرف فلوس اوتيلات، ما كنتش بصرف فلوس في الاكوموديشن، فوفرت جزء الاقامه ده. والاكل في تركيا حلو جدا، لذيذ جدا، ومش غالي، تقدري تاكلي حاجات غاليه قوي عند بوراق والناس المشاهير بتاع تركيا، وتقدري تاكلي اكل تركي في المطاعم البسيطه، المطاعم كمان مش بسيطه، مطاعم حلوه جدا، وتاكلي اكل كويس جدا وتبقي مبسوطه وتتعرفي على الاكل التركي. بلس ان انت اصلا يعني من اشهر الشوارع في تركيا هو شارع الاستقلال، ده اساسا طول ما انت ماشيه فيها بيدوكي سامبلز فور فري، كل ما تخشي محل بقلاوه وحلويات والحلويات التركيه، كل ما تخشي محل يديكي ايه؟ عينه تدوقي. فانت اصلا على ما بتخلصي الشارع بتكوني كلتي نص كيلو حلويات لوحدك، فاصلا مش بتجوعي كتير. فروحت تركيا وتعرفت على ناس وعملت اصحاب وتعرفت على الكالتشر، وعشت في تركيا شهر ونص وادمنت البلد وحبيتها جدا، وقلت ان لازم ارجع البلد دي، حبيت بحرها، حبيت المركبه اللي كنت اخدها من جهه لجهه، عشان انتوا عارفين تركيا جانب اسيوي وجانب اوروبي، فكنا نتنقل من مكان لمكان بالباخره او بالمركب زي ما انتوا بتسموه، وكانت دي من احلى الرحلات. وقت بس ما تكوني زهقانه كده ومش لاقي حاجه تعمليها، خدي تيكت الباخره دي وعدي من ناحيه لناحيه كده، تستمتعي بالمناظر والسيجلز، وتقعدي تاكليهم اسمه ايه، السميت،
سميت والشاي التركي دول كانوا اكتر حاجه، يعني ده الفطار بتاعي. يعني انت بتحبي تفطري حاجه بسيطه، الشاي التركي والسميت دول حاجه كده اون ذا جو، تاخديهم على المركب تدلعي نفسك وتدلعي السجل تاكلي معاكي وتتصوري لي كام صوره وكده، عملتي رحله حلوه قوي. بلس طبعا الحلويات، قلنا حلويات متوفره في كل حته، بلس ان الشعب مش احسن حاجه، مش هتبقي صاحبه مع الاتراك قد كده، على قد ما انت هتتعرفي على اجانب هناك وهم اللي هيشجعوكي، او ممكن تخرجي تتفسحي معاهم، ممكن لو انت ما عندكيش اصحاب تعرفي تعملي اصحاب، ممكن تروحي تقعدي في هوستل او هوستل او اير بي ان بي، او تقعدي في اماكن اقتصاديه جامد جدا. خاصه انا الفتره اللي انا رحت فيها كان الليره واقعه جدا، ودي كانت من الحاجات الذكيه اللي انا عملتها، اللي انا رحت تركيا في سيزون حلو مش زحمه، لان تركيا حاليا زحمه موت وفي ناس كتير راحت ورجعت ندمت ان هي راحت اصلا، لان الجو حر جدا وزحمه جدا، لان دي طبعا اجازه. فلازم تختاري السيزون الصح، لازم تختاري الوقت الصح اللي تسافري فيه، لما يكون سعر الليره واقعه مثلا او العمله بتاعت البلد دي واقعه، يكون ليكي مثلا تعملي اصحاب في البلد اللي انت رايحاها، وهقول لكم ازاي تعملوا اصحاب في البلد اللي انتوا رايحين. لا يعني حاولوا دايما يكون عندكم تواصل مع ناس، حد هناك هم يعني انت ذات نفسك، لما بيجي حد بلدك مصر بتنزلي معاه بتعرفي تجيبي له الاسعار بتاعتك، الاسعار المصريه مش الاسعار الاجنبيه. فدي حاجه حلوه قوي لازم تفكري فيها قبل ما تسافري، لازم تختاري التوقيت ولازم تختاري السيزون اللي هو ما يكونش زحمه، وتختاري الجو الصح ما يكونش حر ما تتخنقيش. يعني تركيا انا رحتها وقتها كانت تعتبر خريف شتاء، ما كانش في الشتاء قوي، كانت خريف شتاء، يعني كنت بلبس حاجه خفيفه كده سويتر خفيف ومنطلقه، مع ان كان في ايس حواليا بس كان الجو رائع جدا، وانبسطت وقضيت اجازه فوق الخيال، ووفرت فلوس كتيره جدا، وبدل ما اقعد 10 ايام قعدت شهر ونص. وكنت عملت لكم فيديوهات برده على قناتي في تركيا، اتفرجوا عليها، هحط لكم لينك الفيديوهات دي في الديسكربشن بوكس، ممكن تتفرجوا عليها بعد الفيديو ده. في ناس كتير ممكن تزعل تقول ازاي البنت تسافر وتروح وتيجي، البنات المفروض ما تسافرش لوحدها، يعني دي من الحاجات والعادات والتقاليد اللي كنا زمان متبعينها، وبعد كده لما كبرنا اكتشفنا ان الجيل الحالي مش الجيل بتاعي، الجيل اللي لسه حالي الفريش يعني الشباب قوي اكتر مني في العشرينات دلوقتي، في منهم كتير ترافلر سورو ترافلر مسافرين لوحدهم، بنات بتسافر لوحدها. السفر دلوقتي ما بقاش فكره بعبع كبير زي الاول، ان ازاي البنت تسافر. دلوقتي في بنات اساسا ترافل بلوجر، كل شغلهم الشغل اللي هو السفر، هم على طول في الطياره، وانت لغايه دلوقتي لسه قاعده على سريرك في نفس اوضتك في نفس بيتك في نفس شارعك في نفس منطقتك في نفس حبيبتي، اتحركي، انت مش شجره، او اللي بيتفرج عليا انت مش شجره. انا كنت زيكم كده، واحده بفتح التليفون بقعد اعمل سكرول، افتح جروب ترافل سيكريت اقول يا انا نفسي اروح واسافر، الناس دي بتسافر ازاي، طب انا كمان انا عايزه اسافر، انا عايزه احقق نفسي، وجروبات السفر كلها. فانا كنت واحده زيكم يا جماعه، انا جايه هنا انصحكم واقول لكم ان انتوا كمان تقدروا تحققوا اللي انا حققته. وانا عامله الفيديو ده عشان انا شفت فيه ناس كتير عندها الحب ان هي تسافر، بس عندها كسره النفس، كسره النفس والحزن ان هي مش عارفه تعمل الخطوه. فانا جايه النهارده في فيديو النهارده عشان اساعدكم ازاي تاخدوا الخطوه ان انتوا تبداوا تسافروا، ليست المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا كرهه على راي سعاد حسني. فانت او انت عشان تبدا تسافر اول حاجه، لان بصوا بقى عشان ما حدش يقعد يقول ايه اصل انتوا رصيدكم البنكي يا جماعه، احنا انا بدات من الصفر، بدات احوش، إيه ما بقعدش على كافيهات، ما بروحش سينمات، ما بعملش فلوس، ما برميش فلوسي في الشوبينج وكل شويه على المول واقابل اصحابي واروح اجيب لبس، السيل والسيل ده خدعه اصلا لوحده، ما تجيبيش غير اللي انت محتاجاه، ما تجيبيش غير الضروريات، حوشي حوشي، استثمري فلوسك. واتكلمت عن الاستثمار وازاي يكون عندك كذا مصدر دخل، وازاي تعملي مشاريع صغيره وتجيبي منها فلوس، هتشوفوها برده في سلسله حلقات دردشه بنات، هحط لكم برده اللينك بتاع البيزنس في الديسكربشن بوكس تقدروا تتفرجوا عليه، والسلسله كلها تقدر تفيدكم سواء بنات او ولاد ازاي تعملوا فلوس وازاي تحوشوا. فاول طبعا حاجه لما تحوشي لو تقدري تعملي استثمار اعملي استثمار، يعني هولد اون كده على السفر لغايه ما تستثمري. بعد كده السفر دي حاجه لازم تعمليها، دي تجربه، دي حياتك، لازم يعني تنطلقي، لازم العمر
مش بيرجع، الفلوس بتروح وبتيجي تمام، بس العمر مش هيرجع، فالفلوس ممكن تروح وترجع، فعادي فاستثمري وفري وحوشي عشان تقدري تسافري. ده كان اول جزء في سلسلة حلقات السفر في بلاي ليست دردشة بنات. هعمل لكم جزء تاني وتالت ورابع لغاية ما اجاوب على كل الاسئلة اللي انتم محتاجين تعرفوها، بصرف ازاي وبجيب فلوس ازاي وانا وزوجي بنقسم فلوسنا ازاي. فتابعوني الايام الجايه لان هنزل لكم سفري في انجلترا، وازاي اخدت الفيزا في انجلترا، وازاي اخدت الاقامه بتاعت المكسيك. وما تقولوش عشان جوزي اجنبي، لان انا قدمت فيزا انجلترا كسياحه كفرد مش كزوجه. وليه هقول لكم الاسباب في الحلقات الجايه. كل اسئلتكم عن الفيزا، ازاي اخدت فيزا انجلترا واقامه المكسيك، هجاوبكم على كل الاسئله بالدور، لان انا ماشيه الحلقات دي واحده واحده من اول ما ابتديت اسافر لغايه ما قدرت اخد الفيزا دي، وبدات او قررنا انا وجوزي ادي ان احنا نسافر الاربع سنين الجايين، هنلف العالم ونسافر كل حته. يعني الموضوع بس مش الفيزتين دول وخلاص، لا انا ناوي اخد كمان شنغن وكمان اخد فيزا امريكا، لان طبعا المكسيك قريبه من امريكا، فهي دي خطوه كده في النص عشان ايه نحقق بقيه الاهداف الثانيه. فواحده واحده هقول لكم على كل اسئلتكم واجاوبكم عليها في الفيديوهات الجايه. ف انا مش ناسي اي حاجه، هقول لكم كل حاجه من كل قلبي عشان انا حابه اساعدكم ان انتوا كمان تحققوا كل الهدف ده. اتمنى فيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لكم، وشويه اداكم شويه معلومات عن اللايف ستايل بتاعي في السفر. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ولو فاتكم فعلا شيروا كل اصحابكم عشان يستفيدوا، واشتركوا بالقناه دلوقتي، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.